يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما توجيه فضيلتكم لطالب علم وقع في معصية ثم تاب منها، لكن حصل عنده فتور في طلب العلم وفي ورده اليومي من القرآن، فهو يخشى على نفسه من اليأس والقنوط، فيرجو منكم الدعاء، وما نصيحتكم وتوجيهكم له؟ عليه بالتوبة إلى الله وصدق العزيمة وترك الكسل، ومن تاب تاب الله عليه، لا يستسلم للكسل أو يأخذه اليأس أو يأتيه الشيطان ويقنطه، لا، عليه العزم على التوبة، وعليه الجد في العمل، ويوفقه الله عز وجل. نعم.